توقف إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. توقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. الحمد لله الذي تواضع لعظمته كل شيء، الحمد لله الذي ذل لقدرته كل شيء واستسلم لسطوته كل شيء، خالق كل شيء. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيد فضلك، حمدا لا ينبغي إلا لك ولا يليق إلا بك. اللهم لك الحمد كما أقول وخير مما أقول وكما أنت به تقول. لك الحمد بما حمدت به نفسك وبما حمدك به الحامدون من جميع خلقك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عنت له الوجوه، سجدت له الجباه، خشعت له الأصوات، رغمت له الأنوف، ذلت له الأعناق، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه، لا إله إلا هو. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده المصطفى ونبيه المجتبى وحبيبه المرتضى، صاحب الحوض المورود والصراط الممدود واللواء المعقود، رفع الله له ذكره ووضع عنه وزره، وجعل الذل والصغار على من خالف أمره، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهدوا، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فيا أيها الموحدون، فيوم بعد يوم نقترب من شهر رمضان، بل إن شهر رمضان يقترب منا بعد أن ذهب عاما كاملا إلى لقاء ربه، بعد أيام قليلة سيعود وينشر الخير والضياء والنور والفسحة والسرور. أسأل الله أن يبلغنا جميعا رمضان. أيها الموحدون، قلت وما زلت أقول، إن الإيمان له طعم وله رائحة، وكثير ممن رقت قلوبهم وراقت وصفت قد يشمون رائحة رمضان قبل أن يدخل عليهم رمضان، فإن المحب يشم رائحة المحبوب على بعد، كما شم يعقوب عليه السلام رائحة القميص ويعقوب بالشام والقميص بمصر، وكما شم أنس بن النضر رضي الله عنه رائحة الجنة على قيد الدنيا. قال أنس بن النضر بعد أن فاتته غزوة بدر: واها لريح الجنة، إني لأجد ريح الجنة دون أحد. ولكن الذكام الذي سيطر على القلوب أصاب القلوب، فكثير من الناس ربما لا يشم رائحة رمضان حتى وإن خرج عليه رمضان. لذلك أيها الموحدون،
ما أجمل أن نعيش هذا اليوم من خلال هدي سيد الناس عليه الصلاة والسلام، وكيف كان يستقبل رمضان بأمر مهم للغاية. أيها الموحدون، ما استقبل رمضان بمثل إدخال السرور على عباد الله تبارك وتعالى. أفضل شيء يستقبل به رمضان. ولذلك لو قرأنا عن هدي سلفنا الصالح لوجدنا أن إخراج الزكاة ليس في رمضان وإنما في آخر شعبان. قال أنس: كان صحابة النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل عليهم شعبان أكبوا على المصاحف فقرؤوها استعدادا لشهر رمضان، وأخرجوا زكوات أموالهم. الصحابة كانوا يخرجون زكوات الأموال في هذه الأيام. لماذا؟ بعض الناس ربما يقول لك بأن العمل يتضاعف في شهر رمضان. أقول لك هذا أمر حتمي ولا بد، ولكن الصدقة أفضل. الصدقة ما احتاج إليها الناس. الناس يحتاجون إلى زكاتك في هذه الأيام حتى يدخل الفقير عليه هذا الشهر وقد كساه السرور والحبور. فجدير بك أن تتأمل كيف كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام في خلال هذه الأيام. أيها الموحدون، لقد سئل نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم عن أفضل الأعمال إلى الله عز وجل، كما في حديث الترمذي سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أفضل الأعمال، قال: سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تدفع عنه جوعا. ثم قال صلوات ربي وسلامه عليه: ولأن أمشي مع أخي في حاجة فتقضى له خير من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. أفضل الأعمال عند الله كما قال عليه الصلاة والسلام إدخال السرور على المسلم. أفضل الأعمال حينما تدخل سرورا على مسلم، وهذا ما علق عليه ابن القيم رحمه الله حينما قال كلمة أرددها كثيرا وهي: تكتب بماء الذهب بل إنها عندي لأغلى من الذهب. يقول رحمه الله: إن العبد ينام على فراشه وهو نائم يصبح وقد غفر الله له. قيل له: كيف؟ إنسان ينام على فراشه فيستيقظ وقد غفر الله له. يقول: لأنه أطعم مسكينا وكسى فقيرا وأغاث ملهوفا وأعطى محتاجا وطبب مريضا، فيقومون هؤلاء بالأسحار فيدعون له وهو نائم فيصبح وقد غفر الله له بدعوة هؤلاء. الله أكبر. تأملوا أيها الموحدون أن الأعمال الصالحة أفضلها عند الله عز وجل إدخال السرور على الإنسان المسلم. شرعت العبادات في الإسلام لأهداف سامية. شرعت الزكاة لأجل تطهيرك أنت ولأجل التكافل الاجتماعي. شرعت الصلاة كما قال ربنا عز وجل لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أما عن الزكاة فقد قال ربي: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. أما عن الصوم فقد فرضه الله عز وجل للمراقبة والمحاسبة: الصوم لي وأنا أجزي به، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فرض الحج لأجل تقوى الله تبارك وتعالى، فإذا أفضتم من عرفات قبلها قال ربي تبارك وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. إذن العبادات شرعت لأجل تقوى الله عز وجل ولأجل التراحم بين أوصال هذا المجتمع.
ولذلك فرض الله الزكاة على القادر، أو هنالك شرطان لوجوب الزكاة على كل مسلم موحد أيها الموحدون. الشرط الأول أن تبلغ الزكاة النصاب، ونصاب الزكاة في هذا العام ما يعدل 53,000 جنيه تقريبا. أقل من ذلك لا يجب عليك أن تؤدي الزكاة في أقل من ذلك، أكثر من ذلك تؤدي الزكاة كما قال العلماء 2.5%، ربع العشر. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني بالنسبة للزكاة أن يحول عليها الحول، والحول هنا هو العام القمري، فإن الإسلام لا يعترف بالشهور الشمسية في شيء. قلت قبل ذلك ربنا عز وجل فرق في سورة الكهف في قوله تبارك وتعالى: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. عند علماء أهل الكتاب في العهد القديم والجديد ما يعرف بالكتاب المقدس أن أهل الكتاب لبثوا 300 سنين. 9 جم منين؟ لأن الله عز وجل حسب بالقمر، والقمر هو منازل الإنسان بالنسبة للزكاة وبالنسبة للحج وبالنسبة لطلاق المرأة وعدتها. قال تبارك وتعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. نصوم عن طريق القمر، نزكي عن طريق القمر، نحج عن طريق القمر، تطلق المرأة وتعتد أيضا عن طريق القمر. إذن قال ربي تبارك وتعالى في سورة يونس: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره. الضمير هنا يعود إلى أقرب مذكور، يعني قدر القمر، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. قال تبارك تعالى في سورة يونس حينما تكلم عن منازل القمر: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل. لما اللام هنا لام التعليل، لتعلموا عدد السنين والحساب. ولذلك إن أردت أن تحسب حياتك فاحسبها بالقمر، ليس لنا بالشمس شيء. وهذا ليس مجالنا أمة الإسلام، لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. كل أمة لها تاريخ أرخت به، الروم لهم تاريخ، والفرس لهم تاريخ، والمسلمون لهم تاريخ، وتاريخنا نحن أيها الموحدون. عيب أن تسأل بعض الأشخاص النهاردة كان في الشهر القمري، ما يعرفش. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كان أصحابه يراقبون حركة القمر صيام 3 أيام من كل شهر. هذا هو القمر عندنا في الإسلام، نخرج من خلاله الزكاة. هذان شرطان: أن يحول الحول القمري، الشرط الثاني أن تبلغ النصاب. أما عن أصناف الزكاة أيها الموحدون فهي 5 أصناف. الصنف الأول النقود، زكاة النقود، الورق أو ما يعرف بالنقود عندنا. الأمر الثاني الركاز أو الكنوز، ما يكتنز في الأرض وما يخرج من باطن الأرض. الثالث الزروع والثمار. الرابع الإبل والغنم والبقر. الخامس عروض التجارة. هذه 5 أصناف من الزكاة، ولكل صنف حد قدره العلماء أيها الموحدون. لقد حذر الله عز وجل من ترك الزكاة، بل إن الصديق رضي الله عنه قاتل من امتنع عن أداء الزكاة. سيدنا أبو بكر الصديق لماذا حارب المرتدين؟ لأنهم امتنعوا عن أداء الزكاة، قالوا: إنما كنا نعطيها لرسول الله ورسول الله قد مات. فامتنعوا عن أداء الزكاة، فقاتلهم الصديق رضي الله عنه قتالا عرفته البشرية. ثم قال الصديق رضي الله عنه: والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه على عهد رسول الله لقاتلتهم عليه. لأقاتلن بين من فرق بين الزكاة وبين الصلاة 3 آيات في كتاب الله، أو 3 آيات قرن الله بعضها ببعض، لا تقبل واحدة بدون الأخرى.
ربنا عز وجل قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الرسول ولم يطع الله أو العكس لا حظ له في ذلك. قال تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن صلى ولم يزك فلا حظ له في الصلاة. قال تبارك وتعالى: أن اشكر لي ولوالديك، فمن شكر لله ولم يشكر للوالدين فلم يشكر الله. ثلاث آيات قرنت بعضها ببعض. لذلك أمر الزكاة أمر خطير، حذر منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحذيرا عظيما. قال صلوات ربي وسلامه عليه: ما من صاحب غنم، وهو يتكلم عن الغنم والإبل، ما من صاحب غنم لا يؤدي زكاة ماله، والحديث في الصحيحين، ما من صاحب غنم لا يؤدي زكاة ماله إلا مثيت له يوم القيامة وهي أسمن ما كانت، تطأه بأقدامها، تطأه بأقدامها وتنطحه بقرونها. أي إنسان لا يؤدي زكاة المال التي فرضها الله تبارك وتعالى عليه. وكذلك بالنسبة للمال، تأمل الوعيد الشديد في سورة التوبة، قال تبارك وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها، على الذهب والفضة والفلوس والنقود، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. لماذا ذكر الله عز وجل الجباه والظهور؟ يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. لماذا ذكر المواضع الثلاث؟ قال العلماء: لأن المزكية أو الإنسان لو أن الفقير قد أتاه، إما أن يفعل معه واحدة من ثلاث، أو إما أن يفعل معه واحدة من ثلاث: إما أن يقطب وجهه، فقد توعده الله عز وجل بقوله تكوى بها جباههم، وإما أن يعرض عنه بجنبه، فقد توعده الله عز وجل بقوله وجنوبهم، وإما أن يعرض عنه بظهره، فقد جاء الوعيد بقول الله عز وجل وظهورهم. فتأمل، فإن الجزاء من جنس العمل. أيها الموحدون، لقد وعد الله عز وجل المزكي أن يبارك الله له في ماله. قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. لو سألت أي إنسان منكم كلمة سنبلة تجمع على أي؟ تجمع لها جمعان: جمع قلة وجمع كثرة. جمع القلة ورد في سورة يوسف: تجمع على سنبلات. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. تجمع على سنبلات: إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر. وتجمع على جمع الكثرة، وقد ورد ذلك في سورة البقرة. فتأمل دقيق اللفظ، فسبحان من هذا كلامه. قال عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، ولم يقل سنبلات، لأن الله عز وجل استخدم جمع الكثرة لتكثير الأمر، لأن هذا مضاعف عند الله عز وجل. تأمل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة. لو أننا تقصينا أثر وثمرات وسنابل الزكاة والصدقة وجدناها أكثر من 70 فائدة في عجالة سريعة. أول فائدة من فوائد الصدقات في الدنيا أن الله عز وجل يبارك لك في مالك. قال عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وسميت الزكاة زكاة من النماء، يقال زكى المال
أينما، لأن الإنسان لو أنه تصدق وأخرج الزكاة فإن الله وعده بقوله وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وسيد الخلق عليه الصلاة والسلام أقسم على ذلك، وكان قليل القسم صلوات ربي وسلامه عليه. قال ابن القيم: لم يقسم النبي عليه الصلاة والسلام في حياته إلا 63 يمين فقط. اللي بعض الناس ممكن يقسم 63 يمين في مجلس واحد. ولا تطع كل حلاف مهين. والنبي كان لا يحلف إلا على عظائم الأمور. وقال: الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم. أقسم هنا النبي عليه الصلاة والسلام، أقسم على 3 أمور لعظمهن. قال صلوات ربي وسلامه عليه، والحديث عن أبي كبشة الأنماري قال: 3 حالات يقسم عليهن النبي عليه الصلاة والسلام: ما نقص مال من صدقة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. 3 أمور يقسم عليهن النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام بينما مع الصحابة، وروى هذا الحديث عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول: ما من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه ترجمان. حديث عند مسلم في صحيح. ما من أحد إلا سيكلمه الله، سيكلمك أنت ويكلمني أنا ويكلم كل الناس، ليس بينك وبين الله ترجمان يترجم عنه. قال عليه الصلاة والسلام: فينظر العبد أيمن منه، يعني عن يمينه، فلا يرى إلا ما قدم، ثم ينظر أشأم منه، يعني عن شماله، فلا يرى إلا ما قدم، ثم ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. فقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. تأملوا، لما تباهت الصدقة أو الأعمال كلها تباهت، فقالت الصدقة: أنا أفضلكن. لماذا لما يأتي الإنسان للموت يتحسر على أنه لم يتصدق؟ تأملوا في آخر سورة أو من أواخر ما نزل، قلت قبل ذلك: هذه السورة إنما هي نعي لأجل سيد الخلق، سورة المنافقون: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. وربنا جعل أمانين للمؤمن حتى يأمن من النفاق في آخر السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، لأن المؤمن كثير الذكر لله بعكس المنافق، فإن الذكر أمان لك من النفاق. الأمر الثاني: الصدقة. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فإن الصدقة أمان لك أيضا من النفاق. قال عز وجل عن المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال ربي تبارك وتعالى: ولا ينفقون إلا وهم كارهون. إذن أيها الموحدون، لو تأملنا كيف تستطيع أن تؤمن نفسك من النفاق؟ أقول لك بالصدقة، فإن الصدقة ما سميت صدقة إلا لأنك تصدق بموعود الله، تصدق بأمر الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه قريب مجيب. الحمد لله حمد الحمد، والشكر له شكر شكرا، وأشهد أن لا إله إلا الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله،
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم تسليما كثيرا. وبعد، فيا أيها الموحدون، ما زلنا مع أمر مهم للغاية نستقبل به رمضان، وهو الزكاة أو الصدقات. ذلكم الأمر ينبغي علينا دائما وأبدا أن نبينه وأن نوضحه للناس، لأنه لكل مقام مقال ولكل زمن انفعال. فقلما نتكلم عن الزكاة إلا في وقتها وفي موعدها، وهذا هو وقت الزكاة وموعد الزكاة. لذلك جدير بنا أن نجلي الأمر عن أمر الزكاة والصدقة. من فوائد الصدقة أيها الموحدون أن الإنسان في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضي الله بين الناس. يوم القيامة يوم شديد الحر، يوم كما قال ربنا تبارك وتعالى كان مقداره 50,000 سنة، يوم عبوس، يوم قمطرير، يوم الأهوال والفزع. الناس يوم القيامة أعناقهم قد مالت، والمحن قد توالت، والألوان قد حالت. في هذا التوقيت تدنو الشمس من الرؤوس حتى تغلي الجماجم، منهم من يغرق إلى أذنيه، ومنهم من يغرق في العرق إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. في هذا التوقيت العصيب، في هذا اليوم، كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضي الله بين الناس. وهذا ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الناس في الحر، وهؤلاء في ظل عرش الرحمن. قال عليه الصلاة والسلام: رجل تصدق بصدقة حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، رجل أخفى الصدقة، إن قلت لي وسألتني سؤالا عن أي شيء يرفع الغم والكرب وأرفع البلاء والمرض، أقول لك أفضل شيء يرفع البلاء عنك صدقة السر فيما بينك وبين الله. أنت تصدق بصدقة لا يعلمها أحد، فهذا هو الأمر الذي يرفع الكرب عنك، كما أمرنا سيد الخلق عليه الصلاة والسلام: إذا نزلت بنا نازلة كزلازل أو بركان أو رياح عاتية عاصفة قاصفة، أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا رأيتم ذلك فتصدقوا. لماذا؟ لأن الصدقة تطفئ غضب الرب. هل سألتم أنفسكم لماذا اشتد الغلاء ونزل البلاء وحل الوباء؟ أقول لك هذا وعد، وهذا موعود رسول الله عليه الصلاة والسلام حينما خاطب الأنصار. قال عليه الصلاة والسلام: 5 وأعوذ بالله أن تدركوهن. 5 أمور لو تفشت في الأمة نزل بها البلاء وحل بها الغلاء. من هذه الأمور: وما منع الناس زكوات أموالهم إلا ابتلاهم الله بالقحط والسنين، ولولا البهائم لم يمطروا. لولا البهائم لم تمطر السماء. 5 أمور نبه عليها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الأمور منها منع الزكاة. كذلك يقضي الله تبارك وتعالى بين الناس يوم القيامة، كل إنسان في ظل صدقته. تأمل هذا الحديث، والحديث يحتاج إلى خطب عديدة، وإن شاء الله لو شاء الله وقدر سيكون لي مع هذا الحديث جلسات ووقفات في شهر رمضان معكم في هذا المسجد لو شاء الله تعالى وقدر. الحديث يذكره الشيخ ابن تيمية يقول: وشواهد الصحة عليه. الحديث بدايته عن عبد الرحمن بن سمرة قال: صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفجر، وهو عند الحاكم في المستدرك، قال: صلى النبي عليه الصلاة والسلام الفجر ثم قال: رأيت البارحة عجبا. رأى النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 27 رؤية في الحديث.
قال: رأيت رجلا من أمتي، الشاهد في حديثي، يتقي النار بوجهه، يعني النار قدام وجهه. قال: فجاءت صدقته فكانت حاجزا بينه وبين النار. كانت الصدقة حاجزا بينه وبين النار. كل إنسان مننا بيذنب، لو إنسان ارتكب معصية يعمل إيه؟ ما رؤي شيء يغفر الذنب كصدقة السر أيضا. قال عليه الصلاة والسلام: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. قال بعض السلف: والله كنا نعد أن الصدقة ترفع البلاء والعقاب عن الرجل الظلوم، حتى لو كان ظالم من أظلم خلق الله، فإن الصدقة ترفع عن العبد البلاء. أيها الموحدون، لقد أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ندخل السرور على الفقراء، وما أجمل أيها الموحدون وأنتم في آخر جمعة من شعبان. أسأل الله أن يبلغنا وإياكم رمضان. مر سيد علي بن أبي طالب على مساجد المسلمين فوجد المساجد قد أضيئت بالقناديل فيها المصابيح، فبكى علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما تذكر عمر. قال: رحمك الله يا ابن الخطاب، كنت أول من أضاء مساجد المسلمين. هل تدرون أن النبي صلى على امرأة سوداء أمة كانت تقم المسجد، كانت تنظف المسجد أو تقم المسجد، تنظف المسجد، بحث عنها النبي عليه الصلاة والسلام: أين هي؟ قيل: يا رسول الله قد ماتت. قال: دلوني على قبرها فإني رأيتها البارحة وهي تنظف المسجد في الجنة. فصلى عليها صلوات ربي وسلامه عليه. قال عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. العمارة قسمها العلماء إلى عمارتين: حسية أو معنوية. حسية حتى يصلي الناس بتكييف في شهر رمضان في هذا الحر الشديد، ويدعون لكل من قدم يد المساعدة، لا تنسى هذا الأمر. كما أنه كل واحد يصلي في مكان مضيء فإن الأجر يعود إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنه أول من أضاء مساجد المسلمين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر ذنوبنا أجمعين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأصحاب الحقوق علينا. اللهم أرنا الحق حقا فنتبعه، وأرنا الباطل باطلا فنجتنبه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان، وبلغنا رمضان يا ذا الجلال والإكرام، بلغنا رمضان وأنت راض عنا يا حي يا قيوم. اللهم بلغنا رمضان غير فاقدين ولا مفقودين، ولا فاتنين ولا مفتونين، ولا ضالين ولا مضلين. اللهم اشف كل مريض، وعاف كل مبتلى، واهد كل ضال، وارحم كل ميت. اسألك اللهم أن تحفظ على مصر أمنها، احفظ على مصر جيشها، احفظ على مصر استقرارها، احفظ على مصر برها وبحرها وجوها، احفظ على مصر جندها، احفظ على مصر شبابها وبناتها ونساءها. اللهم اجعل مصر آمنة مطمئنة، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، تقبل اللهم منا دعاءنا، وتقبل اللهم منا صلاتنا، وتقبل اللهم منا سائر أعمالنا يا حي يا قيوم. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. أعط اللهم كل سائل سؤله، وفق أبناءنا في امتحاناتهم يا ذا الجلال والإكرام. صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. توقوا إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.